الأرضيات على أرضية ميدان المرموم تحفة ميادين السباقات بإدانة الدنيا دبي. في هذه اللحظات ننطلق مع المحليات الأصايل شوطنا الخامس الذي خصص للبكار لإذاعة أتمنى التوفيق لكل الأسماء المنطلقة وتقدم مباشرة مع الصدارة والمقدمة. نتابع المركز الأول طلب على المركز الأول خليفة بن سالم بن راشد الاكتبي يتقدم على المركز الأول ويقدم طلب الظبي على المركز الثاني لعلي بن سالم بن علي الوهيبي القادم على المركز الثاني مقدما الظبي على المركز الثاني والمركز الثالث سمحة القادمة راشد بن سعيد بن سهيل بالدليوي القادم والمقدم انطلاقات سمحة على المركز الثالث. ناخذ المركز الرابع ونتابع المركز الرابع جبارة القادمة في هذه اللحظات تتقدم جبارة القادمة على المركز الرابع تتقدم بشعار أحمد بن غلام البلوشي يتقدم في هذه اللحظات على المركز الرابع والمركز الخامس اليمامة كاسب بن سالم بن كاسب المسافري القادم على المركز الخامس والمركز السادس عون عوض بالصغير بن قندوم بن يراد يقدم عون على المركز السادس سابع المراكز ريادة القادمة خليل بن ناصر بن منصور الشهواني القادم مع ريادة والمتقدمة في هذا التقدم الشهامة سعيد بن حمد بن سلطان بن درويش القادم مع الشهامة على المركز الثامن المركز التاسع الوصول والتقدم من قبل شواهين محمد بن بخيت بن عبد الله العويسي القادم في هذه اللحظات على المركز التاسع والمركز العاشر العزوم سالم بن محمد بن سعيد العامري المقدم العزوم المنطلق العزوم على المركز العاشر. هكذا هي النتيجة هكذا النداء لهذه الأسماء ولهذه الشعارات مع ندان الأول ما بعد انطلاقة كل الشعارات والأسماء على أرضية هذا الميدان. لكن العودة إلى الصدارة العودة إلى المركز الأول إلى الكادر العلوي بقنوات دبي ريسينج الحاضرة على أرضية هذا الميدان. والظبي الظبي اللي غيرت الظبي الظبي اللي تزعمت مسار هذا الشوط لعلي بن سالم بن علي الوهيبي يتقدم على المركز الأول بسالم يتقدم على الصدارة يقدم الظبي على المركز الأول المركز الثاني اليمام اليمامة كاسب بن سالم بن كاسب المسافري القادم مع اليمامة وبن يراد عون 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 القادم عوض بالصغيرة بن قنوب بن يراد يأتي ويقدم عون على المركز الثالث المركز الرابع طلب خليفة بن سالم بن راشد الاكتبي يتقدم مع طلب والمركز الخامس الشهامة سعيد بن حمد بن سلطان بن درويش المنصوري يتقدم بو حمد ويقدم الشهامة على المركز على المركز الخامس المركز السادس او السابع السابعة هذه اللي وصلت هذه اللي تقدمت في هذه اللحظات او السادسة وتسللت الى المركز الخامس هذه سمحة راشد بن سعيد بن سيل بالدليوي يتقدم في هذه اللحظات. نتابع المركز السابع وشعار ريادة القادم شعار ريادة شعار خليل بن ناصر بن منصور الشهواني القادم على المركز السابع
ثامن المراكز شواهين محمد بن مخيط بن عبد الله بن معيوف العويسي، والمركز التاسع العزوم سالم بن محمد بن سعيد العامري القادم، والمركز العاشر جبار الأحمد بن غلام الملوشي القادم. هكذا هي النتيجة، هكذا هي النتيجة لهذه الأسماء، لهذه الشعارات المتقدمة والحاضرة. مشاهدينا متابعينا الكرام، حضورنا الكريم، متابعينا أمام الشاشات، لنا عودة مع الصدارة. واثنين كيلو متر، واللي غيرت واللي غيرت، ولكن لا زالت الظبي لهيبي، ظبي لهيبي على المركز الاول. علي بن سالم، علي بن سالم بن علي يتقدم في هذه اللحظات، يقدم الظبي، يقدم الظبي على المركز الاول. والشهامه، الشهامه سعيد بن حمد بن سلطان بن درويش وبن يراد وعون، عون 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 القادمة، عوض بالصغير بن قنون بن يراد قادم معون، وبالدليوي، بالدليوي القادم، وبن كاسب المشافري قادم، وكذلك القادمة جمايل. أول ندى لجمايل، جمايل صالح بن جابر بن صالح العامري يتقدم مع جمايل. لكن اعود الى الثلاثيه، الى الثلاثيه ما بين بن يراده، ما بين لهيبي، وما بين بن درويش، وكاسب بن سالم بن كاسب قادم مع اليمامه، وكذلك سمحه، سمحه بن دليوي، وبن يابر يقدم جمايل. صالح بن يابر العامري اقتربنا من الكيلو متر الأخير، آخر كيلو في مسار هذا الشوط. ولهيبي، ولهيبي على المركز الأول، بوسالم، بوسالم على الصدارة، يقدم الظبي، يقدم الظبي على المركز الأول. بن درويش، بن درويش مع الشهامة، سعيد بن حمد بن سلطان بن درويش المنصوري، ولكن بن يراد عون، عون عون القادمة، عون عون الواصلة، عوض بالصغير بن قنون بن يراد القادم والمقدم عون. ثلاثية، ثلاثية ما بين الشهامة، ما بين عون، ما بين الظبي، وجمايل بن جابر الواصلة على المركز الرابع. لكن الظبي لهيبي، الظبي علي بن سالم لهيبي يتقدم على المركز الأول. بوشالم يتقدم مع الظبي، ولكن القادم عون، عون الواصلة بشعار بن يراد على المركز الثاني. هنا عون، عوض بالصغير بن قنون بن يراد الاكتبي، ولكن الظبي خلاص قفلت على الشوط، اعلنت السلام الى الاشقاء بالسلطنه. تهانينا والناموس لمالك الظبي، لمالك الظبي، الى ابو سالم السلام، الى ابو سالم السلام، الى علي بن سالم بن علي الوهيبي. تهانينا والناموس لك يا ابو سالم على فوز الظبي المركز الثاني. عون لعوض بالصغير بن قنون المركز الثالث، الشهامة لسعيد بن حمد بن سلطان بن درويش المركز الرابع، جمايل لصالح بن جابر بن صالح العامري المركز الخامس. وصلت المسك لراشد بن حمد بن ضعيف بن غدير. هكذا هي النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام. نعود مع التوقيت الزمني ولحظات وصول الظبي، 9:16 سبع أجزاء من الثانية هو توقيت الظبي في الستة كيلومترات. تهانينا والناموس لعلي بن سالم بن علي لهيبي المركز الثاني. نتابع المركز الثاني عون 9:20 تسع أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لمالك عون، عوض بالصغير بن قنون بن يراد الكتبي المركز الثالث. 9:21 خمس أجزاء من الثانية، الشهامة لسعيد بن حمد بن سلطان بن درويش المنصوري. تهانينا والناموس للجميع.